مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قهوة نشاط. وقهوة نشاط اليوم من داخل كلية كموني بالخرطوم للحديث عن الأسبوع الثقافي الذي جاء بمبادرة كريمة من طلاب كلية كموني. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعي قهوة نشاط في كل مكان من الجول داخل المعارض الموجودة في كلية كومباني. وسعيد جدا في المساحة دي ان يكون معي عميد الكلية البروف عبد الرحمن الخانجي. افتتحنا المعارض قبل شوية، عاوزين نقول لك ألف مبروك المعارض إن شاء الله، وحدثنا شوية عن المعارض الموجودة وتم افتتاحها قبل شوية في كلية هذا كومباني. الأسبوع الثقافي هو الأسبوع الثقافي الثالث بكلية كومباني للعلوم والتكنولوجيا، وهي كلية أنشئت حديثا لمنح الطلاب درجة البكالوريوس والدبلومات الجامعية، وبعلاقة وبتوثيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعليه فإننا نهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم العلمية والاجتماعية والثقافية والقيادية، بحيث أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. ننتهز هذه الفرصة ونذكر بأن هذه المعارض وهذا الأسبوع إنما هو محاولة في نشر فرصة للطلاب حتى أن نعطيهم مجال التكامل في الشخصية، بحيث أنه ما يدرسونه من مناهج علمية ومقررات في داخل الفصول ينعكس على نشاط عام يمكن عرضه للمجتمع. ونحن شاكرين للمرة الثانية لقناة أمدرمان لهذا العرض. وأنا سعيد جدا في المساحة دي يكون معي الأب خورخي نارانخو وكيل كلية كموني بالخرطوم للحديث عن الفعاليات. أهلا بك الأب خورخي نارانخو، ونحن سعداء جدا أن نلتقي بك في قهوة نشاط في قناة الحرية والجمال، قناة أمدرمان الفضائية. أنا الأسعد، أهلا وسهلا لكلية كومباني. حدثنا قليلا عن الفعاليات الموجودة والمقامة داخل كلية كومباني بالخرطوم. الأسبوع الثقافي ده ليس مبادرة من الإدارة، ولكن مبادرة من الطلاب جاءنا بها في سنة 2015. ونحن طبعا عندنا طلاب من جنسيات مختلفة، عندنا طلاب من جنوب السودان، من إثيوبيا، من إريتريا، من السودان، من اليمن. ونحن كنا دائرين نكتشف التقاليد والكنوز الثقافية الجاي من الآخر. إذن نحن شغلنا مع بعض عشان نكتشف إنه التعددية دي ليس مصدر مشاكل، ولكن بالعكس غنى، أي كنز. حتى الله خلقنا مختلفين، ما استخدم مكنة تصوير وعمل خلقنا مختلفين. إذن لا الله هو حكيم بيعمل التعددية بمعنى ده قيمة إيجابية. في السنة الثانية نحن تمكننا في البيئة الموجودة حولنا وبالعناية بها. أكيد الموارد الطبيعية محددة ولازم يكون عناية بها، وده كان الموضوع للأسبوع الثقافي الثاني. والآن في الأسبوع الثقافي الثالث الموضوع هو الهوية. أستاذ خورخي، حدثنا قليلا عن الهوية، وما القصد من تلاقح هذه الثقافات المختلفة الحوت دول عدة مثل جنوب السودان وإثيوبيا؟ حدثنا قليلا عن الهوية واختصاصاتكم واهتماماتكم أنتم كباحثين في الحضارة السودانية عن الهوية السودانية. يعني أغلبية الطلاب بنسل إثيوبي أو إريتري أو جنوبي الموجودين بيننا ما شافوا الدولة بتاعتهم الأصلي، يعني عشان كده هم بيشعروا بأنه هم إثيوبيين زي الإثيوبيين، هم بيشعروا بأنه جنوبيين زي الجنوبيين أو إريتريين زي الإريتريين، وهم كمان غير سودانيين حتى لو مولودين هنا. إذن السؤال بيجي توالي، أنا منو؟ أنا غير إثيوبي زي الإثيوبيين الآخرين، أنا غير سوداني زي السودانيين الموجودين حولي.
وكمان من جهة الطلاب السودانيين هم قدموا الرغبة للتعمق في الحضارات القديمة خصوصا في حضارة كوش والحضارة الميروية. ولقينا إنه الأسبوع والمعارض المختلفة فرصة عشان الطلاب من دول أخرى يعرفون التقاليد بتاعتهم، وكمان الطلاب السودانيين يتعمقوا في تاريخ السودان، عشان طبعا لما الهوية ما تكون ثابتة ده باب فاتح لدخول هوية تانية راسخة ثابتة، زي مثلا البيجي عن طريق التعصب مثلا، وده موضوع بيربط بالختام حيث هنشوف الفيلم إيمان. طيب أستاذ خورخي، التلاقح والتمازج بين الحضارات والهويات المختلفة الجمعت بين الدول الموجودة في المعارض، أستاذ خورخي ما هو دور الكلية في إقامة مثل هذه المعارض؟ أولا نحن نعتبر إنه هذا الأسبوع والمعارض جزء من العملية التعليمية للكلية، يعني مش برنامج برا البرنامج الأكاديمي. نحن بنديه أهمية، وكمان كل سنة في الميزانية نخصص مبلغ محدد عشان زي في قروش للكتب للأساتذة للكمبيوترات، ده جزء من العملية التربوية. إذا ده من جهة واحدة، عشان طبعا عشان الموضوع نحن كلمناه، ولكن مثلا الطلاب يعرفوا إنه عندهم ميزانية محددة لازم بيناقشوا بينهم لتوزيع الميزانية دي، كان يمشي للمعرض بتاع إثيوبيا، كان يمشي للمعرض بتاع السودان، لازم يكون في اتفاقية بينهم، بعدين مسؤولية لاستخدام القروش، وكل ده عملية تربوية. أستاذ خورخي، كلمة أخيرة لجميع طلاب السودان في مختلف الجامعات الموجودة في السودان، بتقول لهم شنو؟ أولا إنه طبعا مرات لما نشوف ناس من دول مختلفة ممكن يكون في خوف مرات عشان الزول ده مختلف شوية غريب، ولكن لما واحد هوش في عمق بيكتشف إنه الآخر كنز. شكرا جزيلا أستاذ خورخي. عفوا، شكرا لكم وشكرا لمشاهدينا تلفزيون أمدرمان. شكرا جزيلا أستاذ خورخي نارانخو، الأب ووكيل كلية كابوني بالخرطوم. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا كل الناس اللي كانوا بتابعونا. دي كانت فقرة من فقرات قهوة نشاط، وبنتجول وما زلنا داخل كلية كابوني بالخرطوم، هنمشي ونتجه عشان نفتتح المعارض، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، من الجول داخل كلية كومباني بالخرطوم، وسعيدين جدا إننا نكون موجودين داخل واحدة من المعارض الموجودة داخل الكلية، ومعرض السودان. العادات والتقاليد السودانية اللي بتشكل وبتلعب دور كبير جدا في الاحتفاء بالهوية السودانية وبالثقافات السودانية. معانا ناس معرض السودان، نتعرف عليهم ونشوف الحاصل عليهم شنو. السلام عليكم، ونتعرف عليكم. وعليكم السلام والرحمة الأعزاء. أكاونتين هنا. أول حاجة مرحب بكم في معرضنا، معرض السودان، ونقول لكم شكرا لكم أنكم زرتونا. والحاجة الثانية، المعرض بتاعنا طبعا حاولنا أنه نشمل تراث السودان كله، لكن طبعا السودان كبير، أنا تقين جايبين نماذج بس بسيطة خلاص، ونماذج بسيطة إنه جمعناها، يعني ما كل الناس محتفظين بالحاجات، فحاولنا نجمع يعني حاجات من غرب السودان، وفي حاجات هم بيستخدموها السودان، لكن لو رجعنا لورا شوية الحاجات دي كان بيستخدموا السودان كله، كان بيستخدم الحاجات دي هنا، جالس تيجي شنو بيجيبوها من الغرب عشان هناك الزعف والحاجات دي. عندنا طبعا بصي مثل العديد والزين بتاعت العريس اللي بنحنن بيها، والعنقريب اللي انت قاعد فيه ده، ودي البراتيل والمندولات والقرع خلاص، وعندنا المشلعيبات، وعندنا البخس والعمر، الحاجات الصغيرة والعمر، عندنا دلو، عندنا سنفجرك، عندنا البخور والحنة والهلال والاسم منهم
والسبحة ودي الخرزة الحريرة الخرزة والحريرة وعندنا البروش والبنابر حاولنا بس نشمل الحيط عندنا البسترات دي بتاعت اتكلمنا عن الحيط المقدر نجيبه زي الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والمناخ في السودان والمحميات الطبيعية وعندنا أمثال شعبية سودانية ودي حاولنا بالرطانة واللغات اللي في السودان كلها شكرا جزيلا. موجود معنا الأب خورخي هو وكيل كولية كومباني فعاوزين نعرف بس عملكم كيف معه وليه بتقول له فاذا عم أعتقد صح؟ أيوة ليه بتقول له فاذر يعني وكيف هو تعامله معاكم جوا الكلية وأيام الامتحانات والأيام اللي بتكونوا محتاجين له شديد فيها هل بتلقوه قريب لكم ولا بأي تعامل بتعامل معاكم الفاذر خورخي؟ والله فاذر خورخي ده نسبة لأنه هو أبو الكنيسة بنقول له الفاذر واحتراما له شخصيا كده خلاص والحاجة الثانية الفاذر خورخي ده التعامل معه بسيط جدا وتلقائي ممكن تدق باب مكتبه في أي وقت أنا كطالب وقاعد أخش له خلاص حتى في التعامل معه في الأسبوع الثقافي أي حاجة دائما نخش له شخصيا بنشرح له الحاجة اللي إحنا عاوزينها خلاص يلا هو بيعمل علينا يعني حتى في الأسبوع الثقافي ده مساعدنا جدا أكثر من أي زول تاني بنخش له نقول له إحنا دي فكرتنا كده 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 هو مرحب بكل الأفكار كان من بداية من الأسبوع الثقافي الأول والثاني لحد الآن هو رحب بأي فكرة جديدة المهم أي فكرة إحنا قاعدين نقول له هو قاعد يرحب بها بتقول له شنو؟ والله بنقول له thank you father فيها كلمات كثيرة نعم الأب خورخي إحنا سعيدين إننا موجودين داخل معرض السودان فرأيك شنو الجول في بقية المعارض عشان نتعرف على ثقافات وعادات الدول الثانية الموجودة في المعارض الموجودة في كلية كومباني يعني أنا بفتكر أجمل من القيم السودانية القيم الإنسانية مرات السودانيين بيشتكوا إنه هنا في السودان ما في دا وفي مشاكل وما في قروش ولكن في حياة جميلة شديد إنه في جودة إنسانية كثيرة وده أجمل حاجة في السودان وده لازم نحافظ عليها طبعا لازم نحافظ على التراث السوداني ولكن أول حاجة لازم نحافظ على القيم الإنسانية الموجودة في السودان طبعا هنا فرصة مثلا عندنا ناس من دارفور هنا زي حسنة عندنا أنت كمان من مورو من جبال النوبة وأزا من الجزيرة صح أسعد أنت من وين؟ جبال النوبة أيضا كل أهلنا في السودان موجودين معنا الأبو خورخي نحن نمشي ونتجول في بقية المعارض نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان وقهوة نشاط موجودة داخل كلية كومباني واجينا لقسم آخر من الأقسام الموجودة في معرض كلية كومباني نتعرف عليهم نتعرف على الرسومات التشكيلية زي ما أنتم شايفينها في الكاميرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة طبعا ده المعرض بتاعنا بتاع كومباني وفيه الفنون بتاعت مملكة كوش ونوع من الفنون الجميلة شايفين لوحات كبيرة وجميلة جدا تم رسمها من قبل ناس زي ما شايفين في اللوحة انه مكتوب اسامي لناس هم رسموها عرفين عليك وعرفين كمان على اللوحات انا فروين طالبة هنا في كومباني دبلو انجليزية يلا ادي لوحات تم عرضها عندنا هي لوحات تعبيرية طيب وعندنا لوحات رسموها طلاب كومباني كمسابقة علينا هناك مشهورة هناك فبنختار يعني نشوف مين فيهم نختار الناس تعلق وتختار الفائز وسرعة عجبتهم وعندنا هنا دي الكنداتا عملنا نموذج صغير كنداتا ملبسينا ودول المساعدين تبعها وهنا عندنا صور برضو تعبيرية عرضناها وده معرضنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا للشباب اللي عرفونا بالمعرض حقهم المصاحب للرسومات وزي ما شايفين انتوا دي واحدة من الرسومات الموجودة ولأسماء كباشي وقد تكون واحدة من الرسومات هي بتعبر عن العادات والتقاليد والثقافات المختلفة اللي بتجمع بين كل الناس وكل الطلاب الموجودين في كلية كومباني هم طلاب من مختلف دول العالم من إريتريا ومن جنوب السودان من إثيوبيا ومن اليمن وكمان عدد من الدول المشاركة في كلية كومباني مشاهدين كرام نحن جولنا داخل المعرض المصاحب والموجود داخل كلية كومباني ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بنتواصل معاكم لكن خليكم معنا
وياسر نتعرف عليك أكثر ونتعرف كمان أنتم كسودانيين دوركم شنو تجاه الجنسيات المختلفة المشاركة في المعارض الثقافية اللي بتجي في كلية كومبوني بالتحديد، وليه أنت اخترت كلية كومبوني بالتحديد من دون المعاهد العلمية والجامعات الثانية الموجودة في السودان؟ إنه زبون الثقافي الثالث، الموضوع الأساسي هو السم. فأنا كنت مزول عن معرض كوش، واخترت موضوع كوش حتى أعرف الأجيال الجديدة بتاريخ السودان القديم، بالإضافة إلى أن أعرض للعالم الخارجي السودان القديم وربطه بالسودان الحديث، بالإضافة للجنسيات الأخرى المشاركة معنا أيضا تعرفنا على كل المعارض تتناولت موضوع الهوية بطريقة أو بأخرى، كل حسب وجهته. أنا أصلا تولدت في السودان لكن تربيت في إريتريا، في الله كان عندي الميزة من الطلبة اللي كانوا معي في دفعتي إنه كنت بعرف عن بلدي شوية زيادة، يعني قعدت فيها 10 سنة وقريت اللغة الإريترية الأصلية هناك وتعلمت أكثر من 3-4 لغات والحضارات كلها اتعلمتها هناك، وكنت ما قاعد مع فرقة الإريترية للرقص، يعني كنت برقص لتسعة قبائل، ويعني نقلت معلومات كثيرة من إريتريا جبتها هنا للسودان، لأن الطلبة أكثرتهم اللي كانوا معي في دفعتي كانوا يعني يداب مولودين هنا وما كان عندهم نبذة إريترية. دي كانت يعني كنت استفدت إني يعني اطمئنت يعني إني يعني حولت معلومة من عمار لطلبة إريتريين هنا. شكرا جزيلا ياسر المبابنوسا، ونحن بننتقل للجانب الآخر من الجلسة ونمشي طوال مباشرة لدولة جنوب السودان، وبرضو نتعرف على الحاجات اللي انت اكتسبتيها من المعارض المختلفة من دولة جنوب السودان ومن إريتريا ومن إثيوبيا ومن اليمن السعيد. فالأسبوع الثقافي كان بالنسبة لي أكتشف حاجات كثيرة ما كنت بعرفها بالنسبة لأخواننا الإريتريين وأخواتنا الأثيوبيات، فده كانوا بالنسبة لحياة جديدة. أول شيء عرفت يعني الأكل بتاعهم، الترديشنال فود بتاعتهم كانت كيف، والمشروبات اللي بيشربوها، حتى رقيصهم، يعني بيناتهم ما كان في اختلاف كبير، بس يعني شنو أي زول عنده حاجة بتميزه عن الثاني. بالنسبة للسودانيين فأنا متعايشة معهم كأني مواطنة في السودان هنا، فأكيد يعني بعرف عنهم حاجات، لكن في الأسبوع الثقافي رجعوا للحياة القديمة، فتعرفت عن الحياة القديمة اللي كانت يعني قبل ما في الوقت الحديث الحالي. تاني عندي في أخونا اليمني صالح، بشكره من المجلس هنا، فكان أول مرة برضو يمر علي يعني التراث اليمني. بالنسبة لهم كلهم ناس صنعاء والناس ديلا، الحاجات دي كلها كان عرضة يعني هما ما شاء الله، يعني مع أنه كان براه بس عنده أصحابه ساعدوه، وكان الوحيد في الجامعة، فتعلمنا برضو حاجات كثيرة. تاني زايدة لناس جنوب السودان اللي هما نحنا، فبرضو كان عرضنا النشيد الجنوبي والأكلات الجنوبية، رقصات جنوبية، حتى شاركوا معنا ناس من برا. أما بالمعرض كده دي كل الثقافات كانت متواجدة، زايد إنه اللب الموضوع أصلاً كان اللي هو عن حضارة كوش، فكان بيتكون من نبتة ومروي وكوش بذات نفسها، فقسمنا الحاجات دي ومثلنا أدوارها تماماً، كتب زايد ملك وملكة زايد الإكسسوارات بتاعتهم كلهم، حتى كان في التماثيل زايد في معلقين بوسترات، فصلت الحياة دي كلها. السلام عليكم، أنا على عادل، بقرأ تانية سي اس أو اختصار لكمبيوتر ساينس في سنة تانية، وبرحب بكل المشاهدين، برحب بكم أنتم كمان زملائي ومستضيفنا، وبرحب بالغنى كمان. السلام عليكم، اسمي فنان صديق، بدرس في كلية كمبوني آداب لغة إنجليزية سودانية، ومبسوطة جدا لأني الليلة معاكم في قهوة نشاط. شكرا لكم، ونحن سعيدين ومبسوطين انكم عرفتوا بنفسكم وكمان لكل الدول الموجودة معكم. احنا حبينا نعرف كل السادة المشاهدين على الثقافات المختلفة اللي بيحملوها شباب السودان وشباب الجنسيات الاخرى الموجودة داخل كلية كومبوني. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية برنامج قهوة نشاط،
كل التحايا وكل الحب وكل الجمال. تقبلوا تحيات التيم العامل وتحياتي أنا في تقديم هذا البرنامج، وحتى حلقة جديدة في أمان.